برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيم نهائي النسخة الثانية من دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للكرة الطائرة لفئة الأشبال مساء أمس السبت. وجمع النهائي نادي الأهلي ونادي دار كليب على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة، والذي انتهى لمصلحة دار كليب ليحتفظ باللقب. وبعد نهاية اللقاء قام سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بتتويج دار كليب البطل بدر الدوري والميدالية الذهبية وتتويج الأهلي بالوصيف بالميدالية الفضية. بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رعايته لدور سموه لجيل الذهب للكرة الطائرة، وهنأ سموه نادي دار كليب بفوزه باللقب مشيدا بما قدمه الفريق من مستويات على امتداد المسابقة ليخطف البطولة بكل جدارة واقتدار، مشيدا في الوقت ذاته بفريق الأهلي الذي وصل للنهائي وحقق المركز الثاني متمنيا له حظا أوفر في المواسم القادمة. أعرب سموه عن سعادته بنجاح النسخة الثانية من دوري سموه لجيل الذهب في ظل المشاركة الجيدة من الأندية والتنظيم الرائع والفعاليات المصاحبة والتغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، وهو ما يقدم أجواء تنافسية تسهم في صقل قدرات وشخصيات اللاعبين منذ سن مبكرة وترسم ملامح أبطال المستقبل في الكرة الطائرة لتمثيل المنتخبات الوطنية. أضاف سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة أن دوري جيل الذهب يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، والتي تركز على فرق القاعدة لصناعة جيل رياضي يتسم بالموهبة والقدرات الفنية بجانب القيم التربوية والأخلاقية في مختلف الألعاب الرياضية لبناء جيل واعد قادر على حمل لواء الرياضة البحرينية وتحقيق العديد من الإنجازات المشرفة مستقبلا. نوه سموه بالتنظيم الرائع من الاتحاد البحريني للكرة الطائرة وتفاعل الأندية وجهود الأطقم الفنية والإدارية ومختلف وسائل الإعلام في دعم مبادرة الهيئة العامة للرياضة.